بعد حرمانها من تأطير 500 معتمر السنة الفارطة، ها هي الوكالة السياحية التي كانت مقصية من تنظيم العمرة تتنفس سعداء بعد أن سمحت لها السلطات السعودية بتنظيم رحلات العمرة بعد تأخرها في تفعيل حساباتها البنكية. هي لم يفعل حساب، وهذا الخسارية ما كانتش موقفة، كان عندها ترخيص الديوان، كان عندها ترخيص وزارة الحج، وكان عندها حتى العقود اللي كانت أمضيت في القنصلية، كل شيء. هذا كان يعني طلب من السلطات السعودية أنه ما يديروش الوكالات اللي داروها أقل من 500 مطعم العام الماضي، ولكن بعد تدخل الديوان يعني مع مصالح القنصلية ثم حل هذا المشكل نهائيا. القرار ألغي بعد تدخل الديوان الوطني للحج والعمرة بعد أن لعب دور الوساطة مع سفارة السعودية في الجزائر، وهو الأمر الذي جعل الديوان غير متخوف من تكرار سيناريو السنة الفارطة. بعد تدخل الديوان يعني المدير العام دار لقاء مع سفير المملكة العربية السعودية اللي بدوره أبدأ يعني تجاوب كبير، وكان اتفاق مع المدير العام أنه الوكالات تخدم هذا العام، كل وكالات يعطاها الديوان الوطني للحج والعمرة ترخيص يعني راح تباشر عملها، وديجا البارح باشروا يعني تقريبا البارح كل الوكالات فعلت حساباتها لدى قنصلية مصر ويتوقع الديوان الوطني للحج والعمرة نجاح موسم العمرة هذه السنة بعد أن كانت 27 وكالة سياحية صنفتها السلطات السعودية في خانة الوكالة الممنوعة من تنظيم موسم العمرة مهددة بالإفلاس، فهل سيتكرر نفس السيناريو أم لا يا ترى؟